لك كيف تسمحي لحالك تمدي ايدك على شغلات ما لها اليك؟ ماني مضطرة اخذ اذن منك لحتى استعمل املاك بنتي. هي ما لها علاقة باملاك بنتك، هي انا مشتريها بمصرية هي. لكن تبقى حط كارت على كل غرض من اغراضك لحتى ما استعمله. العمى على قلة الذوق. هيدا طول بالك منها، هي الحمد لله وصلت بخير وسلامة والسيارة ما بها شيء. فولا. لك ما اعتذرت حتى. عشو بدي اعتذر؟ انت لازم تعتذر. ما في واحد منكم كلف نفسه يعمل لي برمي بهيدا البلد او يعطيني الباسورد للانترنت. لقيت حالي لوحدي، نزلت عم بعمل برمي هيك، لقيت السيارة اخذتها، وشو هالكارثة يعني؟ خدها لسيارتك، مش معقول البخل. العمى. العمى. شو؟ ما معقول شو هالقلة الذوق وقلة الأدب والهمجية اللي عم بتعمل معنا فيها هول النور. شو بكي ماما؟ ليش معصبة؟ شو ليه معصبة؟ إنه تركيني لوحدي بهالبيت، أنت كل نهار ظهرة زهقت، طلعت لقيت كذا سيارة بتأخذت وحدة منهم، وقامت لأيامي وما قعدت. أنت اللي أخذتي سيارة نور؟ إيه وشو فيها يعني؟ كان عم يحكوا بالموضوع؟ لا بس الزلمة كان عم يسأل، بده يعرف مين أخذ سيارته. نور بهدلني اول ما فت على البيت مثل كاني شي ولد صغير، وهاني سمعته عم بيسبني. بس شو قلت يا بنت؟ اعملي حالك مش سمعتيه وكسر الشر. ليكي ميرا، هول الاولاد لازم يتعلموا يحترمونا، لازم يعرفوا انه نحن قاعدين على قلبهم والا بنتبهدل. فريد نوح جايبه وحوش مش بني ادمين. روقي ماما، روقي شوي. هالوحوش انا رح روضهم. روقي. ما بدي تروضيهم، ما بدي اياهم بالبيت. انا بدي اعيش مرتاحه، بدي انبسط بمصريات بيك.